سيد رئيس المحكمة، الاثنين اللي راح يتحولهم محكومين من المحكمة، من ضمن الأسماء المحكومين، ولكن لم ينفذ فيهم حكم الإعدام سهوا، وليس التنفيذ ليس له علاقة بإقرار الحكم. سيد رئيس المحكمة، بعد 25 سنة هل سيادتك يتذكر إيش قد المتهمين وإيش قد الشهود لو تسأل بعد 25 سنة؟ أنا اعترفت وأقررت بأن أنا نعم حاكمت المتهمين في قضية الدجيل. نعم. وأبرز لي صورة قرار. أي. وأنا أصل حسن النية. فما كنت أتصور أن هذا القرار متلاعب بي، لأن قلت هذا مستند رسمي. ولكن لما يتبين أن هناك عدد من المحكومين. نعم. التي وردت أسمائهم في القرار هم أحياء. نعم. أليس هناك تلاعب في هذه الأوراق؟ أين الإضبار يا سيادة رئيس المحكمة؟ نعم. قرار محكمة الثورة تكتب قرار الحكم بخط اليد. يكتبه أحد أعضاء المحكمة يحرره ويوقع عليه رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة ويبلغ إلى المدانين علنا ووجهة. إحنا ومن ثم نقصد توقيعك، يعني نقول لك ما مطعن بالتزوير، يعني نقصد توقيعك. يعني نعم، أنا من يقول توقيع هذا ما مصطلح موضوع على يعني الوسائل. المحكمة لو جنابك تعطيني توقيعك وأنا من السجن، اي وثيقة تريدها اجيب لك اياها وتوقيعك مسقط عليه وانا قاعد بالسجن، بس سهل لي المهمة فقط اكلف احد المحامين يجيب لك وثيقة بيها توقيعك ولا تستطيع. انا اطلب التدقيق في الموضوع. راح ندقق طبعا. انا اقول ما تروح مر الكرام. نعم، انا اخر مرة واجبات المحكمة التدقيق الجدي. انا اخر مرة قلت سيادتك ان اخفاء الاضبارة هو القصد النيل مني ومن باقي اخواني. لا، باطلب التحقيق الان امام سيادتك. احد المحكومين على اساس حدث، المدعي العام قدم هوية بانه حدث، الان الوثيقة الرسمية تثبت انه غير حدث، فلا يعني هذا هناك قصد في النيل، قصد في الإساءة، قصد في تشويه الحقيقة. فأرجو يا سيادة رئيس المحكمة، أو أنه أغفل الادعاء بوثائق ولا يعرف يعني صحتها، هو أيضا لا يعرف صحتها. فأنا أطلب التدقيق، أطلب الإضبار الأصلية، هي تكشف الحقيقة لأنها في خط اليد، أقوال المتهمين وكل الوثائق، فقط بس مرحلة التحقيق 361 إضبارة وثيقة، وبالمحكمة مكتوبة أقوال المتهمين، وأنا أوقع على كل قول للمتهم، وقرار الحكم يكتب بخط اليد من قبل عضو المحكمة ونوقع عليه أنا وأعضاء المحكمة، يبلغ الحكم للمدان، ومن ثم نطبع القرار ونرسل هذه القرارات للرئاسة في فتوى القرار. تمام، هاي تمام. نعم. بس أنت اسمعني، أنت باعتبارك القاضي، نعم، يعني مو مجرد ادعاء، يعني قبل إثبات في هذه الحالة، يعني عليك سيدي أنا على وكيلك، يعني السيد رئيس المحكمة، يعني تبدأ نركز عليكم قبل إثبات. كيف يعني أجلب قانوني باعتبارك كنت قاضي؟ يعني نعم، هل أستطيع أنا أجلب إثبات القضية وأنا في قفص الاتهام؟ أليس الدولة التي احتلت بغداد هي مسؤولة عن جلب الإثبات؟ وانا اوضحت لك ان كثير من شهود الاثبات قالوا ان نحن استلمنا قرار الحكم، صورة قرار الحكم من جمعية السجناء الاحرار التي هي واجهة لحزب الدعوة، وقد محكمة ما لها علاقة، يعني هو الشهود بالمحكمة قالوا. اسمع، يعني انا مو انا اقول الشهود شهود الاثبات، المحكمة ما لها علاقة بأي منظمة او جهة او مجموعة او تجمع غير حكومي. احنا ما نتعامل لا ويا هذولاك ولا غيرهم ولا ويحضرون، حتى المحكمة ما راح تخاطب هؤلاء الجهة، المحكمة تخاطب جهة حكومية. انتوا باعتبار انت ووكلائك والاخرين اصحاب المصلحة بامكانكم
الاتصال بهذه الجهات او جلب المعلومات. أي المحكمة تخاطب جهة غير رسمية، هاي قطعا ما واردة في يعني قناعة المحكمة ولا يمكن هالشيء. سيد رئيس المحكمة ما نخاطب، اسمح لي، اذا رئيس المحكمة ما تخاطب احنا نخاطب حكومة. هل انا اخاطب حزب الدعوة يا سيادة رئيس المحكمة؟ وتريدني انا اخاطب حزب الدعوة من خلال يعني هاي طلعت ايش طلعت يعني؟ حزب رسمي الان، انت قاضي وانا حزب رسمي يحكم البلد عن طريق الدولة العراقية. الشكل خلي وكيلك يلقي الطريق القانوني يا طريق قانوني. انتوا يعني القوا طريق قانوني، لا تكلفوا المحكمة بهالاشياء. ما عادي المحكمة ما تخاطب جهة غير رسمية، المحكمة تخاطب الحكومة. هو الحكومة العراقية، المحكمة تخاطب الحكومة العراقية والحكومة العراقية تخاطب الجهات. خلي وكيلك يقدم طلب يعني يثبت الجهة الحكومية اللي تريدون مخاطبتها. خلي هو عن طريق الآخرين يبذل الجهد. دور الوكيل انه يبذل جهة الباشي، مو كل شيء تقوها على المحكمة. ومحكمة شلون تخاطب جهة غير رسمية؟ اصلا محكمة ما تأثر بغير الحكومة. رئيس الوزراء الان هو انت تمام، ما عليك برئيس الوزراء. هو يعني قمت تتجاوز مسائل ما يخص، ما تجاوز خاطب رئيس الوزراء وجاوز ولا تخص المحكمة. شو علينا برئيس الوزراء ما نفهم يا حزم من يافل؟ هو انا اعرفه كشخص رئيس الوزراء، خارجه كشخص رئيس الوزراء ما اعرفه، ما لي علاقه به. كل مره تجيبون المحكمه الى هالمسائل خارجه عن موضوع الدعوه، ما انزل الله بها من سلطان. هذا كفر بالنسبه للمحكمه. لا تجرون على مسائل خارج نطاق المحكمه. كل مره تجرون فلان حزب فلان حزب فلان حزب، احنا نجرون تجرون على الامريكان. احنا نجرون الله نشتكي لله. يا بيت اسمع، انت جنت قاضي قاضي لغة عربية، قاضي عادل ان شاء الله. المحكمة ما تخاطب غير الحكومة، هو الحكومة رئيس الوزراء. عندكم ادعاءات بخصوص اوراق اضابير ما ادري ايش، بامكانكم هاي شغلة وكلاء الدفاع باي طريقة تحصلوا على هالمعلومات، بس تكلفوا المحكمة تخاطب جهة غير رسمية، جهة حزبية. ماكو هيك شيء، ماكو بالقانون ولا بقاموس المحكمة. السيد رئيس المحكمة، من احتل بغداد؟ الامريكان وضعوا يد على كل الوثائق من الدولة العراقية، والان الحكومة العراقية موجودة. فاذا الحكومة العراقية تسأل الامريكان يقدمون الاخبار، سواء كانت عند جمعية الشرعية الاحرار او غير شيء. اما تحاكمني بدون ان تطلع على الحقيقة فانا اترك امر الله. انا ما احاكمك بدون حقيقة، انا مو محاكم خاصة. اسمع، مو محاكم خاصة، ما احاكمك بدون حقيقة ولا اقرر اي قرار بدون حقيقة ودون قناعة ودون ان ارضى ضميري. انا محاكمة خاصة. انا اللي دهال، انا اللي اريد يعني ضمير المحكمة. انا ودون ان ارضى ضميري والله. ان شاء الله. مو محكمة خاصة. ان شاء الله. اسمعت، انا اطلب منك يا سيادة رئيس المحكمة. مو اصدر قرار 148 واحد خلال ساعة. مو من هالنوع. 16 يوم وليس ساعة. انا كل حال. 16 يوم يا سيادة رئيس الحاكم، والقانون يقول ان من حق الحاكم يحكم بيوم واحد. المادة 181. هاي خليها يمك. يعني اذا ما ناخذ القانون ناخذ بيمه. انا ما راح، انا ابطل هالماده اللي تقولها. انا ما راح احكم، انا راح احكم بقناعه وعن طول الصبر وعن طول التدقيق وعن رضا النفس والله. انا سال، لا تخليني بعد. انا سيطرت معكم امانه في اعناقكم. هذولاك كم كانوا امانة في اعناقك؟ لا انا وانت لا كم كانوا امانة في اعناقك؟ بس انا اتحمل امانة، انا اتحملها بشرف بصدق. وانا شريف. كم كانوا امانة؟ انا العراقي شريف. اذا انت شريف انا موقف منك شرف. حكمت بالعدل ولكن هناك تزوير وتحريف بالوثائق المبرزة للمحكمة. ووقفت الضمان الحقيقي. يابا بدي اقول لك، انت كل جزء تكرر شيء، تقول تحريف وتزوير. انت ووكيلك وجيب وكلاء الاخرين ثبتوا هالناحية امام المحكمة، لا تكرروها هاي العبارة تزوير وتزوير وتزوير. ثبتوا التزوير، ثبتوا واقعيا، ثبتوا باوراق بقرارات، ثبتوا بوقائع، مو مجرد تكرروا. الان وقائع يعني ما اعرف يعني شو وقائع، لانه كلها على جنابك
وقائع كل انسى تزوير وتزوير وتزوير ثبتوا التزوير ثبتوا وثيقة مزورة انا دا نقولكم انا دا اقولكم ثبتوا التزوير كثير من الوثائق المزورة عرضت على جنابك في يعني انت بخاموسة غير ماكو غير تعبير التزوير ثبت يابا ثبت دا هل ستثبت المحامي اشكال بدنك الان مو وثائق مزورة ويقول لك السريع يعني هاي مناقشة البيضانطية ما من يا استاذ يعني انا استريح مكانك انا ما عندي غير الله استريح ما عندي غير الله استريح خليني انا جاي الى الله والله واحد خلينا نكون امام نستمع الى الاخرين نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى قناة العراقيين ومحبي العراق.